أوكي، المرة الماضية شرحنا الجزء الأول بشابتر لدراج أناليسيس، وحكينا إنه فعليا التحليل الدوائي هي عبارة عن فحص وتعريف لهوية المادة الكيميائية اللي بتتعامل معها، بحيث إنه تكون متأكد إنه المادة هاي نفسها نفس التركيز، نفس التركيب الكيميائي، نفس الخصائص. وحكينا إنه كل هاي المعلومات بنحصل عليها عن طريق طرق تحليلية مختلفة، وحكينا إنه الطرق التحليلية يعني بتنقسم نوعين، qualitative وquantitative اللي هو الكمي والنوعي. وآخر شيء قلنا إنه في عنا مسميات لهاي الطرق التحليلية، هون اختصرناهم هون اللي هم الـ various types of qualitative analysis، واللي فيها حرف الـ L هي حكينا عبارة عن التحليل النوعي. وحكينا إنهم 1، 2، 3، 4 أقسام رئيسيات: الكيميكال والإلكتريكال والإنسترومنتال والبيولوجيكال. هلأ رح نبلش نحكي فيهم يعني واحدة واحدة بطريقة نفهم إنه فعليا شو هاي الطريقة التحليلية. أول طريقة تحليلية هيها الكيميكال ميثودز، الطرق الكيميائية. هلأ لما بنحكي إحنا طرق تحليلية كيميائية، هون مطلوب منا إنه نميز 3 أنواع رئيسية. أول واحدة الترايترمتريك أو فوليومتريك ميثود، أو اللي هي اسمها المتعارف عليه تايتريشن، تمام، اللي هو بالعربي المعايرة. النوع الثاني هذا اللي اسمه الجرافيمتريك ميثودز، تمام. والطريقة الثالثة الجازومتريك أناليسز. هلأ جاز، أوكي، من اسمه جازومتريك، إذا في بالموضوع إشي، في إشي يعني داخل بالموضوع إشي مادة غازية. أما هون الجرافيمتريك، تمام، هاي إلها دخل ب الويت، من الجرافيتي، الوزن. فبالتالي بدي أربطها إنه وزن الشغلة بده يكون في عنا إشي أقدر أقيس وزنته، يعني ممكن يكون بريسيبيتيت، مادة راسبة. هلأ رح نحكي كل وحدة بالتفصيل، ورح أرفع لكم إن شاء الله على المودل فيديوهات توضيحية لكل نوع من هدول التفاعلات الكيميائية. نيجي لأول نوع، الكيميكال ميثود، الطرق التحليلية الكيميائية. بنحفظ الطرق الكيميائية 3: تايتريشن أو ترايترمتريك، والتانية جرافيمتريك من جرافيتي، والتالتة جازو مترك من الجاز. أوكي، طيب نيجي لأول واحدة، شو يعني التايتريمتريك أو التايتريشن أو الفوليومتريك؟ فوليومتريك معناته في عندي حجم محدد. هلأ هاي مس عبارة عن بالعربي اسمها المعايرة. شو يعني معايرة؟ يعني بدنا نجيب مادة، غالبا المعايرة بتكون حمض مع قاعدة. بدي بس أفرجيكم الصورة وأرجع عشان أشرح عليها يكون الوضع أوضح. طيب شايفين هاي الصورة؟ هاي الصورة فعليا يعني تختصر موضوع التايتريشن. شو معنى التايتريشن؟ انك انت بيكون عندك مادة بدك تقارنها بمادة تانية، او سوري تفاعلها مع مادة تانية، عشان من التفاعل هذا تحصل على معلومة معينة. نشوف كيف. في عنا هون هاد ستاند عادي، تمام، منصب. المنصب هذا بيكون فيه هذا اللي هو الملقط او الماسك، بثبته على المنصب، وجوه هذا الملقط هون بحط هاي، شايفينها، اللي هي اسمها بالإنجليزي البيوريت، أو اسمها بالعربي السحاحة. هاي السحاحة عبارة عن أنبوب زجاجي مدرج، شايفين كيف مرقم، أوكي، في له زي صمام هون أو حنفية، بتفتح وبتسكر. لما تلفها بتصير مفتوحة هيك، بتبلش تنزل المادة اللي موجودة، انت بتعبي البيوريت او بتعبي هاي السحاحة بمادة كيميائية، بتسكرها، تمام، وبتقرأ الحجم. مثلا هاي السحاحة او البيوريت عبارة عن 50 ملي، تمام. بتروح بتجيب قمع بتحطه هون، بتبلش تدير المادة الكيميائية بتحطها فيها،
لحتى تتعبى وتسكر للخمسين مل. الحنفية مسكرة، هاي أول جزء من التفاعل. نيجي هون الجزء الثاني من التفاعل، هو عبارة عن المخبار سوري الإيرلي ماير فلاسك، اللي هو إيش اسمه بالعربي، إيش اسمه، مخروط الشكل، هو كأس مخروط الشكل، تمام. هو اسمه إيرلي ماير فلاسك، وعاء بيجي بالشكل هاد بتعرفوه كلياتكم، بيكون إله مكتوب حجم معين وفوهته هيك بتيجي، يعني هو شكله زي المثلث. بنحط الإيرلي ماير فلاسك هذا تحت البيوريت، بحيث إنه لما بفتح الحنفية هاي بتبلش المادة اللي موجودة بالسحاحة أو بالبيوريت تنزل على المادة اللي أنا حطيتها جوا الإيرلي ماير فلاسك. هلأ شوفوا معي أمس، يعني بالعربي أنا عندي مادة بالبيوريت بدي أسميها مادة standardized solution أو التايترنت، شايفينها؟ هذا الكلام جدا مهم اللي بحكيه، بدكم تحفظوه زي اسمكم. إيش هم الجهاز تاع المعايرة أو التايتريشن أو الترايترمتريك ميثود؟ بيوريت، إيرلي ماير فلاسك، ومنصب، تمام؟ طيب كم مادة بستخدمها بالتفاعل هذا؟ مادة أولى هون بعبيها بالبيوريت اسمها التايترنت أو الستاندرد ايجنت أو الستاندردايز سليوشن، تمام. المادة الثانية بحطها هون بالإيرلي ماير فلاسك، هذا بسميه الأنالايت، أوكي. الأنالايت يعني شو؟ الأنالايت من أناليسز، يعني الإشي اللي بدي أحلله عشان أعرف معلومة ناقصة عنه. يعني أنا فعلياً المادة اللي بحطها هون يا مس بعرف عنها شغلتين أساسيات، بعرف تركيزها، هاي شوفوا هون سي الكونسنتريشن بعرفه، والحجم الفوليوم بعرفه، لأنه أنا بعبي هون البيوريت لحجم معين فأنا عارفة قديش الحجم اللي حطيته. إذن الستاندردايزد سوليوشن أو الستاندرد ريأجنت، ممكن يكون اسم تاني اكتبوه هون جنبه الستاندرد ريأجنت، بكون بعرف عنه المعلومتين التركيز والحجم. أما المادة الثانية اللي بحطها هون بكون بعرف الحجم، لأنه أنت فيك تقرأ الحجم، أو ممكن تكون أنت عبيت المادة بمخبار مدرج أخذت 10 مل 20 مل ودرتها بالإيرلي ماير فلاسك، فبالتالي أنت الفوليوم فعليا هاي شوفوا هون مكتوب الفوليوم صح جنبه، إذا معروف. بينما هون إيش المعلومة اللي ناقصة، الميسنج انفورميشن هون، اللي هو تركيز هاي المادة اللي موجودة بالكأس. فأنت التفاعل الكيميائي اللي بدك تعمله هو عبارة عن تفاعل مادة ألف مع مادة باء، غالباً المادة ألف قاعدة أو حمض والمادة باء قاعدة أو حمض، يعني من الأخير إحنا بنعمل تفاعل حمض مع قاعدة، تمام؟ طيب بالتفاعل هذا بضيف مادة ثالثة هون بالإيرلي ماير فلاسك، مادة اسمها مادة كاشفة indicator، هيها with indicator. شو يعني الindicator؟ الindicator عبارة عن مادة كيميائية ما بتتفاعل، ولكن لونها بيختلف في الوسط الحامضي عن لونها في الوسط القاعدي. طيب شو استفدنا؟ ليش بدنا إياها؟ هلأ افهموا معي يا مس، لو إحنا فعليا حاطين بالإيرلي ماير فلاسك هون حاطين حمض وضفنا مادة كاشفة، المادة الكاشفة هاي بالوسط الحمضي مثلا لونها زهر pink، تفتح الحنفية هاي بتبلش انت كل ملي او كل نقطة each drop رح تنزل من البيوريت رح تتفاعل مع كمية محددة من الأسد اللي موجودة هون. خلينا نثبت انه هون حمض وهون قاعدة، كل نقطة من القاعدة هون رح تنزل تتفاعل مع كمية محددة من الحمض اللي هون، أوكي؟ وإنت بتعرف إنه تفاعل حمض مع قاعدة رح يوصل بالآخر لملح زائد مي، فلما بنوصل لنقطة التعادل خلص بنتهي كل الحمض اللي هون موجود بتفاعل مع القاعدة اللي نزلت، بعدين ببلش إنت زي كأنك رح تنزل كمية زيادة من القاعدة. عند أول نقطة زيادة من القاعدة رح تنزل بدك تسكر الحنفية، لأنك رح تلاحظ إنه صار هون تغير باللون، أوكي؟ صار هون في تغير بلون المحلول، بعد ما كان لونه زهر
صار لونه شفاف، اختفى اللون. ليه؟ لأنه المادة الكاشفة حكيت لكم بتغير لونها بالوسط الحمضي عن الوسط القاعدي، أوكي؟ فهون الانديكيتر هو عبارة عن مادة تعطينا دلالة إنه فعلياً التفاعل انتهى بين الحمض والقاعدة، وبوصل لنقطة اسمها الـ end point. إيش يعني end point؟ نقطة النهاية للتفاعل، تمام؟ فإذا هذا الكلام اللي شرحته حرجع أشرحه مرة تانية بالتفصيل، ولكن بهمك تعرف إنه في عندك إشي اسمه titration، يعني معايرة، غالباً هو عبارة عن تفاعل حمض مع قاعدة، مادة انت عارف تركيزها وحجمها بتحطها بالبيوريت، ومادة تانية انت عارف حجمها بس مش عارف تركيزها بتحطها بالإيرلي ماير فلاسك، بتحطها بالوعاء هذا، وبتبلش تنزل حجم معين لحتى لون الكاشف اللي انت حاطه هون يتغير، بتعرف انك انت وصلت لنهاية التفاعل. طبعا انت ما بتنزل كل الكمية اللي موجودة بالبيوريت، لا، لفرضا انت عبيتها قراءة لحد 50، فتحت الصمام اللي هون بلشت تنزل كمية من القاعدة ونزلت وقفت لحد مثلا 35، فعليا انت كم اللي استخدمت تطرح الحجم الاول من الحجم النهائي، يعني 50 ناقص 35 بيطلع عندك انك مستخدم 15 مل. بتوصل لهاي المعلومة بعدين بتطبق قانون، القانون اللي هو C1 في V1 يساوي C2 في V2، شرح لكم بسوتكس 1، اللي هو التركيز في الحجم يساوي التركيز في الحجم. بتقدر انت هون تعرف المعلومة هاي اللي كانت ناقصة من بداية التفاعل. اذا شايفين معي يا مس، احنا لما بنحكي تحليل، تحليل يعني انا قلت لكم انه شيء عملي، خطوات عملية، تجربة بدنا نعملها عشان بالاخير نحصل على معلومة مفقودة عنا. فهلأ شرحنا مبدأ التايتريمتريك أور فوليومتريك ميثود، نقرأ على الكتاب. It involves reaction of substance، بحط دائرة على كلمة reaction، فعليا هو تفاعل كيميائي. To be determined with an appropriate reagent as a standard solution، هاد هون بحط عليه مربع، يعني دائما أنا قلت لكم بختار مادة بعاير فيها أو بقيس على أساسها، لأني أنا عارفة تركيزها وحجمها. شو بسمي هاي المادة اللي قلت لكم بنحطها بالبيوريت؟ اسمها الريجنت أو الستاندرد ريجنت أو الستاندرد سوليوشن، لازم كلمة ستاندرد لأنه ستاندرد يعني إشي أنت عارفه. And the volume of solution required to complete the reaction is determined، أنت عارف التركيز وعارف الحجم، مش هيك اتفقنا؟ تمام. Solution required to complete the reaction is determined. Volumetric methods، الطريقة التحليلية هاي require simple and less apparatus and they are susceptible of high accuracy. شفتوا انتو الصورة اللي انا شرحت لكم اياها، هو عبارة عن يعني ما احتجت انا جهاز معقد، هو جهاز بسيط، حكيت لكم السحاحة او البيوريت زائد الإيرلي ماير فلاسك زائد المنصب، وبنحط المادة اللي بدي أفاعلها بالبيوريت اللي عارفة تركيزها وحجمها، والمادة الثانية بالفلاسك اللي عارفة بس حجمها مش عارفة تركيزها. فهون بحكي لك لس أباراتس، يعني ما بدي جهاز كبير أو جهاز معقد، هو كتير جهاز بسيط. and they are susceptible of high accuracy، وهو بيعطيك دقة عالية بالنتيجة اللي بدك تطلعها. تمام. هلأ هون بحكي لنا إنه فعلياً التايتريشن أو تايتريمتريك ميثودز مش نوع واحد. إحنا قلنا مبدأ التايتريشن تفاعل، فهون بحكي لنا إنه فعلياً في عنا أكتر من نوع للتايتريشن حسب نوع التفاعل اللي رح يحصل. بقسم لي إياهم هون لخمسة، لاحظوا معي. أسيد بيس تايتريشن، يعني رياكشن أو تفاعل حيحدث بين حمض وقاعدة، فهو عبارة عن neutralization reaction، يعني بدي أعادل الحمض اللي بالإيرلي ماير فلاسك أعادله بمين؟ بالقاعدة اللي بدي أحطها بالبيوريت. أو نوع تاني إشي اسمه complexometric titrations، يعني هون بدي أعمل معقدات أو مركبات معقدة، حنشوفها برضو بالتفصيل. هون بهمك الأسماء بعدين حنشرح التفاصيل.
رقم ثلاثة precipitation titrations اللي هن بيصير فيها تكون راسب، oxidation reduction titrations اللي هن بيصير فيها أكسدة واختزال، non-aqueous titrations اللي هن المعايرة الغير مائية. أوكي، هاي أول قسم من التحاليل أو الطرق الكيميائية titration. أوكي، نيجي للنوع الثاني gravimetric methods. gravimetric methods إن gravimetric analysis هون بحكي لنا لما أنا بحكي طرق تحليلية كيميائية وزنية، a substance to be determined is converted into insoluble precipitate. المادة اللي أنت بدك تدرس إشي معين أو معلومة معينة عليها، أول شيء لازم تحولها لراسب. إذن converted يعني تتحول into insoluble precipitate، يعني بدك تحولها لمادة راسبة in the purest form، وشرط أنها تكون ترسبت بأنقى صورة إلها، يعني المادة لحالها اللي ترسبت، ما ترسب معها مركبات تانية. بعد ما ترسب هاي المادة، طبعاً كيف بدها تترسب؟ أكيد بدك تحط عليها مادة تانية تتفاعل معها وتتحول لشكل راسب. بعد ما تحولت لمادة راسبة بدك تجمع هذا الراسب which is then collected، حتجمع هاي المادة الراسبة and weighed وتوزنها. It is the time consuming process، وغالبا هاي الطريقة يعني بتاخد وقت، time consuming يعني بتستهلك وقت، بتاخد وقت. أوكي، بسيطة يعني لما أقول لك gravimetric قلت لك من الجرافيتي، من الجاذبية الأرضية، إذا أنا بدي إشي يصير إله وزن، إذا بدي أحوله لراسب يترسب، وبعدين أخذ هذا الراسب وأعمل الدراسة عليه أو أطلع المعلومة اللي ناقصة عنا من هذا الراسب. إن إلكترو جرافيمتري، في هون إلكترو، شو يعني إلكترو؟ أنتوا بتعرفوا شو يعني إلكترو، يعني إشي كهربائي. Electrolysis of the sample is carried out on the electrodes is weighed after drying. يعني أحيانا لما بدهم يعملوا هذا التفاعل يحولوا المادة لراسب، ممكن يكون في عنا أقطاب electrodes. أنتوا بتعرفوا، أنتوا بتتذكروا اللي هو في قطبين، عشان يصير في عندي دارة كهربائية لازم يكون في قطبين، قطب موجب وقطب سالب. هلأ لما أنت بتعمل التفاعل هذا اللي بدك تخلي المادة تترسب، ممكن يكون الترسب هذا صار على الأقطاب. فأنت شو بتسوي بعد ما ترسبت المادة على الأقطاب؟ بتاخد الأقطاب هاي بتجففها after drying، بعد ما تجف بتعمل لها توزين، فبتعرف فعليا كم وزنت المادة. إذن هاي أول نوع electrogravimetry، بحط عليها مربع رقم واحد. اثنين thermogravimetry. thermo هون معناها حراري. أوكي، طيب بالنوع هذا الثاني اللي بيرمزوا له TG records the change in weight، يعني بيسجل الفرق أو الاختلاف في وزنة المادة. في إشي اسمه differential thermal analysis records the difference in temperature between test substance and an inert reference material. Differential scanning calorimetry records the energy needed to establish zero temperature difference between test substance and reference material. طيب هون إيش بدنا نفهم من هذا الحكي؟ بحكي لنا هون إنه إذا هم استخدموا جهاز اسمه أو طريقة اسمها مش جهاز، إذا استخدموا طريقة الثيرموغرافيمتري، رح نسجل الفرق بالوزن، ولكن في عنا زي قارئين يمس القارئ أو كيف أنا بدي أحصل على المعلومات. في عندي أول إشي اسمه differential thermal analysis، هاد رقم واحد، وفي عنا اللي هو هذا رقم واحد الثيرموغرافيمتري. في عنا الثاني اللي هو DTA القارئ الثاني، والثالث DC اللي هو الثالث. كل واحد فيهم رح يعطيني قراءة أو يعطيني معلومة بناء على كيف، يعني كيف بدي أقول لكم، بناء على مادة مرجعية. يعني شفتوا إحنا قبل شوي لما شرحنا بالتايتريشن حكيت لكم حطيت بالبيوريت أو بالسحاحة
مادة عارفة تركيزها وحجمها، فعلتها مع مادة تانية مجهول بس عندي التركيز ومعروف الحجم. هلأ هون بيقول لك بدك تعرف إنك لازم يكون في عندك مادتين. في إشي اسمه تيست سبستنس يمس، بحط عليها مربع. شو يعني التيست سبستنس؟ يعني المادة اللي أنت عم تفحصها، المادة اللي أنت عم بتحللها. أكيد أنت ما رح تلاقي المعلومة لحالها، لازم تقارن المعلومات اللي حتحصل عليها مع مادة زي ما بتقول معلوماتها مرجعية إلك. هيها بحط مربع، إشي اسمه الـ Inert Reference Material. شو يعني Inert Reference Material؟ يعني مادة مرجعية خاملة، أنت بس بتقارن أو بتعمل زي مقارنة بين المادتين اللي بتفحصها والمادة المرجعية تحصل على المعلومة النهائية من التحليل. يعني كيف بدي أحكي لكم أشبه لكم إياها؟ هلا انت لما بدي اقول لك احكي لي قيمني، قيم اي منتج، تيجي بتقول لي اقيمه، طب بناء على شو اقارنه مع مين؟ بتقول لي مثلا قارن الباراسيتامول مع سوري قارن البنادول مع الريفانين، مقارنة هيك بسيطة انا اعطيتكم مثال. فهون انت مثلا بتكون مش عارف، او بلاش البنادول والريفانين، قارن البنادول بدواء جديد. فانت الدواء الجديد هو عباره عن التست سبستانس، الماده الجديده اللي انت عم تفحصها وبتطلع معلومات لسه عنها. اما الريفرنس ماتيريال الماده اللي انت اوريدي عارف كل المعلومات عنها، فلما بتربطهم مع بعض بتطلع بالمعلومه النهائيه اللي انت بتدور عليها من التحليل. اوكي، اذا هون شو بدنا نركز؟ بدنا نركز على شغلتين، الثيرموغرافيمتري هو بيسجل لي الاختلاف في الوزن، اما الدي تي اي بيسجل لي الاختلاف بالحرارة بين المادة اللي فحصناها والمادة المرجعية. أما الثالث الدي أس سي بيسجل لي اللي هو الطاقة اللازمة عشان أوصل لزيرو تمبريتشر ديفرنس، لفرق حراري صفر بين المادتين اللي أنا عم بشتغل عليها اللي بنفحصها والريفرنس ماتيريال. وضحت هون؟ أنا بس يعني أنا بعرف إنه المادة جديدة عليكم، بس بهمك تحفظ المعلومات وتفهمها زي ما هي، ما بدنا نفوت بتفاصيل زيادة عن المذكورة. شو بدنا من هذا المقطع؟ بدنا نعرف إنه الجرافيمتريك ميثودز لازم يكون عندي بريسيبيتيت، راسب، بيور، نقي، بجمعه، بوزنه. طيب هل في طرق مختلفة منه زي ما حكينا هون، طرق مختلفة للتايتريشن؟ يس، في منه طرق مختلفة، رقمناهم 1، 2، 3. واحد الثيرموغرافيمتري بيشتغل على شو؟ فرق الوزن. دي تي اي بيشتغل على فرق الحرارة. دي اس سي بيشتغل على الطاقة اللي لازم تعمل فرق الحرارة صفر بين المادتين. اوكي، هيك بنكون هدول خلصنا اللي هي النوع الثاني. بيضل عنا نوع ثلاثة اللي هي الغازومتريك اناليسيز. طيب gasometric involves measurement of the volume of gas، بحط هون خطين. اذا هون بدنا نقيس حجم غاز. انتم بتعرفوا انه الغاز دائما بينطلق، اذا evolves، evolved or absorbed in a chemical reaction. حلو، هون بحكي لنا الحجم اللي بدنا نقيسه هذا تاع الغاز. الغاز ممكن يكون انطلق او صار له امتصاص بتفاعل كيميائي معين. اوكي، some of gases which are analyzed، في بعض انواع من الغازات بيتم تحليلها عن طريق الغازومتري ار، ومعطيك امثله منهم CO2 N2O سايكلوبروبان امايل نيتريت ايثيلين N2 هيليوم اتسترا. اذا الطريقه الثانيه سهله، من اسمها غازومتريك معناته هي بتعتمد على قياس حجم الغاز اللي ممكن ينبثق او ينبعث او يمتص بتفاعل كيميائي معين. الطريقة الثانية، إذا هدول اللي إحنا ذكرناهم يا مس A و B و C كلياتهم بيعتبروهم مين؟ الكيميكال رياكشن. ما ننسى، ها أجين رح أعيد عشان ما نخربط، قلنا إنه التفاعلات الكيميائية أربع أنواع. أول نوع التفاعلات الكيميائية، الطرق الكيميائية، إيش بتضم؟ بتضم التايتريشن، الجرافي، والغاز. خلصنا هيك أول قسم، دخلنا على القسم الثاني اللي هي الطرق الكهربائية الإلكتريكال ميثودز.
طيب شو هي الالكتريكال ميثودز؟ بحكي لنا هون الكتريكال ميثودز اوف اناليسيس انفولف ذا ميجرمنت اوف، وبحط خطين الكتريك كرنتس، بقول لك كهرباء معناته لازم تقولي في تيار كهربائي او فولتيه او مقاومه، اذا بتتذكروا هاي الامور اخذتوها بالفيزياء. In relation to the concentration of some species in the solution. بربط تركيز، بحط دائرة هون الـ concentration، بربط تركيز المادة مع التيار الكهربائي أو الجهد أو المقاومة تاعت التيار الكهربائي الناتج. يعني أكيد في علاقة بين تركيز المادة وبين الكهرباء اللي راح ندرسها فيها. بعدين هون بيرجع بيحكي لك ايش هي انواع الالكتريكال ميثودز اوف اناليسيس، حكي لنا اسماءها تمام، وهي اسماءها جنبها، يعني فيكم يعني احنا ما بدنا ندخل بتفاصيلها، بس فيكم اللي بحب يعرف عنها معلومات زياده يا اما يفتح على اليوتيوب يا اما يراسلني وبتواصل معاكم بشرح لكم اياها. اوكي، بس انتم مطلوب منكم بس يعني فكرة رئيسية لكل واحدة فيها. شوفوا لما تحكوا هون عن أول واحدة potentiometry, conductometry, polarography, voltammetry, amperometry، كل واحدة تحكي لك من أول مقطع هي تعتمد بمبدأ شغلها على إيش بالضبط. أول واحدة potential، potential من كلمة potential معناته هي بتقيس الجهد الكهربائي. اوكي، اتخيل هاي الامور انتم شوي اخذتوها زمان بالتوجيهي بالفيزياء، المفروض شوي تكونوا متذكرينها. كوندكتومتري اللي هي التوصيل تاع الكهرباء، هيها توصيل كهربائي للقطب مع قطب مرجعي او معايره موصليه، تعتمد على الكوندكشن يعني على توصيل الكهرباء. البولاروغرافي على البولاريتي او على الاستقطاب تمام، وهون بحكي لك انه بيقيسوا الجهد او التيار الكهربائي في قطب صغير عن طريق خاصية القطبية. والفولتج هون اللي هو التغير بالتيار، وهون الجهد الكهربائي. potentiometry measures electrical potential of an electrode in equilibrium with an ion to be determined. يعني هون بحكي لنا أول واحد بيقيس الجهد الكهربائي، الالكتريكال بوتنشال يعني الجهد الكهربائي اوف ان الكترود، انتوا عارفين الالكترود يعني القطب او اسمه الكترود، ان اكويليبريم وذ ان ايون، لما بيعمل اتزان مع ايون معين اللي بدك تدرس عنه خاصيه معينه. الثاني الكوندكتومتري، الثاني هذا قلنا شو بدرس؟ measures electrical conductivity، التوصيل الكهربائي. يعني هون بحط مربع، هون بحط مربع، قلت لكم هاي بتربطها مع الكلمة، أصلا هي نفس المقطع الأول. اوكي، with an electrode with a reference electrode، لاحظ هون بستعمل إشي مرجعي، إشي دائما بالتحليل في إشي بدرسه ناقص عنه معلومة معينة وبقارنه مع إشي تاني as a reference يعني كمرجع، يعني انا عارفه كل المعلومات اللي بدي اياها عنه. البولار وهيو الفولامتري اند امبرو كلياتهم هاي الكتريكال كرنت ان مايكرو الكترود، بقيس التيار الكهربائي على اقطاب صغيره جدا. اوكي، يعني هدول هيك حفظ، ما مش فيش داعي تفهم اليه التفاعل ولا هنحكي عنها بعدين اذا احتاجنا عنها، بس هلا احنا بس بدنا الافكار الرئيسيه. رقم ثلاثة اللي هو الانسترومنتال، ورقم أربعة اللي هي البيولوجيكال تمام. نيجي نشوف شو هي رقم ثلاثة على السريع. انسترومنتال يعني باستخدام الآلات أو الأجهزة، إذا انسترومنتال ميثودز الطرق الآلية أو التحليل الآلي. انسترومنتال ميثودز involve measurement of some physical properties of the compound or substance، بحط دائرة على كلمة physical. فعلياً الجهاز اللي بدي استخدمه عشان اطلع معلومة تحليلية معينة غالبا هو بيتعامل مع الخصائص الفيزيائية مثل المركب. These methods are employed for determination of minor or trace concentration of element in the sample. لاحظوا كيف هون بحكي لنا
الطرق التحليلية الآلية غالبا بتتعامل عشان أحدد أو أحلل minor or trace. شو يعني minor؟ يعني شغلات موجودة بتركيز بسيط، شغلات قليلة موجودة. or trace، trace برضو يعني هل إلها أثر هاي المادة ولا لا، يعني تركيزها كتير قليل. trace concentration يعني تركيز جدا قليل للمادة موجودة بالعينة تاعتك. يعني بالعربي عندك مادة بدك تفحص نقائها، فأنت ما كيف بدك تفحص نقائها؟ بدك تتأكد إنه الشوائب اللي معروفة دايما تيجي معاها، الشائبة A الشائبة B، مش موجودة فيها. فبدك تحلل هل A موجود ولا لا، يعني هل رح تلاقي تركيز بسيط منه أو أي أثر للمادة A ولا لا. فهمنا شو معنى التريس أو الماينر كونسنتريشن؟ Instrumental methods are preferred due to، طبعا دائما التحاليل بالأجهزة مفضلة. ليش؟ selectivity، لأنها اختيارية أو يعني بتقدر تحدد لي إنه هاي المادة موجودة selective، يعني اختياريتها عالية. high speed الأجهزة سريعة طبعا مش زي الإنسان. accuracy الدقة. simplicity برضو يعني بسيطة، بيكون بس بقول لك مثلا في زي خلية صغيرة زجاجية بتحط شوية من العينة اللي بدك تفحصها، بتحطها بمكان محدد بالجهاز، بتسكر الجهاز، بتكبس كبسة، بتكون غالبا ديجيتال، بتكبس كبسة بيعمل التحليل هو لحاله وبيطلع لك القراءة. Any change in the properties of the system are detected by measurement of، أي تغير بالنظام اللي انت عامله رح يلاحظ، detected يعني رح يتم ملاحظته بالقياسات يعني بالأرقام، لأنه رح يعطيك معلومات. هذا الجهاز يمس لما أنت بتحط العينة مثلا خليني أعطيكم معلومة معينة هيك ببساطة. حطيت العينة تاعتك بخلية زجاجية، حطيتها بمكانها، المكان هذا زي كأنه رح يصدر من لمبة معينة ضوء، إشعاع ضوئي، ويمر عبر الخلية الزجاجية هاي اللي موجود جواتها العينة تاعتك. العينة هاي وحسب تركيز المادة أو وجودها أو مش موجودة رح يصير في امتصاص للضوء أو انعكاس للضوء، صح؟ أو مثلا هايهم خلينا نحكيها absorbance، امتصاص من موجات محددة من الضوء. specific rotation ممكن يصير فيه زي التفاف. refractive index انكسار للضوء، انتو بتعرف الضوء بصير فيه خطوط مستقيمة. migration difference change to mass ratio، هدول كلياتهم عبارة عن قراءات يمس، قراءات. فبالتالي هو ايش عم بيحكي لك؟ انه هاي الأجهزة رح تلاحظ لك تركيبة او رح تحلل لك العينة تاعتك بقياسات بأرقام حتعطيك اياها، منها رح انت تعرف المعلومة اللي بدك اياها. spectroscopic methods of analysis، هلأ هاي طريقة أحد الطرق التحليلية، شو اسمها؟ spectroscopic. depend upon measurement of the amount of radiation، هلأ مس بدنا نربط. لما أقول لك spectroscopic methods بتقول لي هي غالبا هاي الأجهزة التحليلية بتتعامل مع إيش؟ amount of radiant، الإشعاع، في إشي بشع، الجهاز فيه منطقة بتشع منها، قديش صار في إشعاع من الضوء، إذن amount of radiant energy والطاقة المنبعثة طبعاً. of a particular wavelength، كل إشعاع بيكون له طول موجي معين، تمام؟ emitted by the sample، هلأ هم بيكونوا حاسبين الريسورس، هذا الريسورس يعني المصدر تاع الضوء والإشعاع كم رح يبعث، وبعد ما يخترق زي كاسة، بس تخيلوا زي كأنه العينة موجودة جوا كاسة والضوء بده يطلع من المصدر الضوئي، يخترق الكاسة وبعدين يطلع للجهة الثانية بعد الكاسة في زي قارئ. فبقول لك هون فعليا هو بده يقرأ قديش الفرق أو قديش الطاقة اللي انبعثت وقديش الطاقة اللي مثلا امتصتها العينة اللي موجودة بالكاسة، قديش الطاقة اللي مثلا مشيت وطلعت للجهة الثانية من الكاسة وصار في إلها قراءة. وضحت؟ هلأ إحنا هاي الأمور كلها هنحكي عليها بالتفصيل وحارفع لكم فيديوهات عشان تستوعبوها أكتر، بس هون بدكم تعرفوا إنه دائما الضوء أو الإشعاع في إله هون wavelength يعني إيش؟ طول موجي، ودائما في علاقة بين الطول الموجي والطاقة، وهاي الأمور هنحكي عنها بالتفصيل.
Methods which include absorption of radiation are ultraviolet, visible infrared, atomic absorption, nuclear magnetic, resonance spectroscopy, etc. بقول لك الطرق التحليلية الآلية اللي بتعتمد على امتصاص الإشعاعات هاي هي شو اسمها هاي بحط دائرة هون absorption of radiation يعني بصير في امتصاص للإشعاعات هي عبارة عن الألترافيولت الـ UV أو الفوق بنفسجية الفيزيبل ممكن يكون ضوئي مرئي انفراريد الاي ار بناخذ اول حرف اي ار زي كيف الريموت بتشوفوا الضوء الاحمر هذا اتوميك ابزوربشن واللي هي نيوكليير ماجنتيك ريزونانس هذا بيختصروه ان ام ار والسبكتروسكوبي هذا القطب بتحفظوهم حفظ هدول بيعتمدوا على ايش حطوا لي دائره على كلمه absorption اما في بعض الطرق بتعتمد على الاميشن شو يعني الاميشن هي هالانبعاث absorption يعني امتصت ودخلت الضوء للداخل emission انطلق منها هيها heating electrical treatment of the sample so that the atoms are rise to the excited states to emit the energy and the intensity of this energy is measured يعني بحكي لنا الإيميشن ميثود مثل إنك تعرض لحرارة أو كهرباء بحيث إنك بتحفز الذرات اللي موجودة بالعينة تاعتك وتنتقل لمرحلة أعلى اللي هي الإكسايتد ستيت المرحلة اللي هي المحفزة تؤمت إنرجي وبالتالي بتصير تبعث أو ينطلق منها طاقة وهاي الطاقة بتكون طبعاً مقاسة حسب انت قديش يعني في لها اجراءات معينة بتعرف منها المعلومات اللي بدك اياها طيب مين الطرق التحليلية بتعتمد على الاميشن حنحط لي دائرة على الاميشن هيها اميشن سبكتروسكوبي فليم فوتومتري والفلوريميتر كمان في عنا طريقة تانية اللي هي الكروماتوغرافيك تكنيكس اللي هي الكروماتوغرافيا ار الكتروفوريتيك ميثودز دائرة كلمة electrophoretic and separation دائرة تانية يعني هي بتعتمد على فصل المواد من مخاليط معينة يعني تفصل لك المركبات لما تكون خالطها من بعض but also applied for identification دائرة ممكن برضو نستخدم هاي الطريقة التحليلية للتعرف على هوية بعض المركبات وطبعا الكروماتوغرافيك تكنيكس لها أنواع عديدة هيها JC هاي هو مكتوبين هون TLC HPLC HP TLC PC نيجي للماس سبكترومتري وهذا involves vaporization of material هون بدنا نحول المادة اللي بدنا ندرسها لفيبر okay using high vacuum باستخدام الشفط اللي هو تفريغ الهواء العالي and the vapor is bombarded by high energy electron beam وبعدين بنسلط على هذا الفيبر بيم يعني زي إشعاع بطاقة عالية vapor molecules undergo fragmentation جزيئات الغازية هاي راح يصير لها زي تحطم أو تكسر to produce ions of varying size وحينتج من هذا التكسر والتحطم أيونات بأحجام مختلفة هاي الأيونات اللي حتنتج these ions are differentiated by accelerating them in electrical field هاي الأيونات بيعرضوها لحقل مغناط كهربائي سوري لحقل كهربائي and then detecting them in a magnetic field وبعدين بيشوفوها أو بيقرأوها أو بيعرضوها لحقل مغناطيسي طبعاً الأجهزة هاي هي بتعمل هذا الشغل بعدين بتعطيك المعلومة اللي هي each kind of ions كل أيونات كل نوع من الأيونات رح يعطيك بيك رح يعطيك خط أو قمة in the mass spectrum بالرسمة اللي رح تطلع من الجهاز فبالتالي زي كأنه رح يعطيك كل ما كانت الخط أو القمة أعلى كل ما كان تركيز هذا الأيون أكتر فبالتالي بتقرأ المعلومات اللي بدك إياها هكمل بس هاي الجزئية وعمل stop biological or microbiological methods اللي هي الحيوية أو الميكروبية biological methods are used when potency of a drug or its derivative cannot be properly determined by any physical or chemical methods احنا قلنا الطريقة الأولى الكيميائية وحكينا اللي هي بعد هيك بيجي الطرق الكهربائية بعدها الطرق التحليلية الآلية وقلنا غالبا بتعتمد على الفيزيكال طب لو أنا عندي مادة بدي أحللها وأدرسها ولكن ما بناسبها لا فيزيكال ولا كيميكال معناته هون بقول لك تستخدم البيولوجيكال أو المايكروبيولوجيكال
شو اسم هاي التحاليل؟ اسمها البايو اسيز، تمام؟ التحاليل الحيوية خلينا نقول ممكن نسميها، أو المقاييس الحيوية. Microbiological methods are used to observe potency of antibiotic or antimicrobial agent. غالبا هاي بتكون للمضادات الحيوية أو الأدوية اللي بتكون مضادات الميكروبية. Antimicrobial assay inhibition the growth of bacteria. مثلا إذا إحنا بدنا نشوف المضاد الحيوي هذا بيعمل تثبيط لنمو البكتيريا في عينة محددة. is compared with that of the standard antibiotic. قلت لكم غالبا بالتحاليل احنا بنرجع لمادة معيارية او مقياسية بكون عارف عنها كل المعلومات. فهون بحكي لك بدك تدرس بالانتي مايكروبيال اساي او المايكروبيولوجيكال ميثودز قدرة مضاد حيوي انه يعمل تثبيط لنمو بكتيري في عينة معينة وتقارنه مع standard antibiotic. These methods include طبعا إلها طرق، هيهم اسمهم واحد واثنين: cup plate method أو turbidimetric analysis اللي هي لما يصير في turbidity، يعني زي نوع من بيكون المحلول صافي بعدين بتعكر، العكر هذا هو بيكون دليل إنه هل فعليا صار في نمو بكتيري ولا لا. طبعا هاي كل الطرق، أنا حكيت لكم الشابتر هاد واسع وإذا بدنا نفصل معلوماته ما بنخلص، فإحنا بس بدنا رؤوس الأقلام والمعلومات الأساسية تاعته. بتمنى يكون واضح، ورح أرفع فيديوهات بتدعم هذا الحكي وتشرح لكم إياه بصورة أبسط، وإن شاء الله يكون سهل عليكم.